استاذ عباس بعد انت اجابتك اذا حاب انه ترد على كلام دكتور فارس بخصوص هذا الجانب والفراغ الدستوري وانت اعتبرته خرق دستوري وليس فراغ دستوري طبعا مع اعتزازنا بضيفك الكريم راي جدا صعب تحدث به المجال القانوني واسع وفيه الكثير من الفتاوى القانونيه وهنالك استدراك للمحكمه انها جلبت يعني احكام سابقه احكام تكليف السيد المالك في حينها وأحكام تسمية الكتلة الأكبر التي تعقد في داخل قبة البرلمان يعني هذا الموضوع ليس بالجديد على المستوى القانوني ولا حتى الخرق أدنى جديد المنظومة السياسية علمتنا للأسف على عدد كبير من الخروقات وهذه الخروقات يعني لو توصلنا لبر الأمان هم يخالف هم نعبر معها لكن الإشكالية الكبرى لازم نشخص إحنا من صاحب الخرق الدستوري أو الفراغ الدستوري أو اللي في هذه المشكلة اللي في هذه المشكلة هو السيد برهم صالح رئيس الجمهورية لأنه لم يذهب إلى استفساره من المحكمة خلال خمسة عشر يوما ليش انتظر الأيام الأخيرة كذلك خضوعه اليوم حتى الأخ القانوني ذكر أنه ما يقدر باعتبار هناك ضغوطا سياسية إذا هذا ما جاء يمارس حماية الدستور وهو المنصب الوحيد إلى كرئيس جمهورية باعتباره منصب فخري لكن المهمة الوحيدة عنده هو حماية الدستور إذا هو ما يطبق الدستور إذا هو أحنث باليمين يعني اليوم هنالك رئيس الجمهورية أوقع نفسه في مأزق دستوري وهذا حقيقة على المادة 61 وعلى عدد آخر من المواد يسمح بمساءلته والاستفهام من عنده يعني اليوم رئيس الجمهورية يهدد بالاستقالة ولا يخضع للضغوط وغيره من هذه التسميات هذا يعني حقيقة ليس مدار, مدار ليس مدارا سياسيا المسألة مسألة دستور لو يواجه الشارع العراقي بما لديه في جعبته لو لا يذهب إلى التمويه تسويف ممكن حقيقه اني ثلاث خيارات وهو طرحها في الكتاب الكتاب اللي اخذ هو هذا انا اريد اتحدث لك به هو وضح ثلاث جوانب نتحدث به يعني لا تريد انه نقرأن على الجمهور الجانب الاول هو او ما ذكر ان الظرف الصعب الذي يمر به وطننا يستوجب منا الدقة في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية والوطنية وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسلامة أبنائه أولا مبنى على ما تقدم هناك يعني مجموعة من الضوء ذكر النقاط الأساسية أولا ذكر تفسير المحكمة الاتحادية عفوا للكتلة الأكبر وأيضا قضية سائرون وتنازلها للشعب وايضا قضيه ال 173 نائب اللي هم ارادوا شخصيه مستقله، فهنا هو الرجل يريد ايضاح حتى يكلف بما هو واضح ومبين، كيف ترى هذه النقطه سيد الكريم؟ لا سيدي الكريم هذه مماطلة ولا الـ 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 تم رفع شخصية إلى مثلا على سبيل المثال تسمية السهيل وممكن أن الموضوع يذهب إلى موضوع التكليف ويرفض في البرلمان أو لا يكلف يعني الموضوع فيه مسارات قانونية أخرى لكن الإشكالية اللي جاي نقع فيها أن السيد رئيس الجمهورية سيد بهم صالح يمارس مهام يحاول أن يمارس مهام هي أكثر من استحقاق الدستوري والقانوني ليس له حق الاختيار هو هو يكلف من يرفع عليه من الكتلة الأكبر بغض النظر عن تسمية الكتلة م. الأكبر لكن مهامة كقرار أنه يتخذ ويعالج هذا الموضوع ويناقشه ويبدأ برسائل كتب كتاب إلى رئاسة البرلمان لا. وكتاب إلى المحكمة الدستورية وكتاب يعني هذا الموضوع هو في مجالات أخرى كأنه يريد أن يضع له قرار ضمن هذه أو يكون له حصة في هذا القرار هذا مو صحيح الكلام م. الكلام أنه هو يكلف فقط باعتبار أنه مهمة التكليف لكن مهمة من هذه مهمه الكتله الاكبر وهذه مهمه البرلمان وممكن اذا كان هنالك يعني مسار سياسي في القضيه هذا ياخذ مساره داخل قبه البرلمان يرفض من الشارع او يقبل من الشارع هم مهمه رئيس الجمهوريه يعني أنه مهمة, هو... مهمه 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 من يكلفه عليه ان يرعى انه يسمي شخصيه مقبوله جماهيريا مقبوله بالشارع يضمن هذا الموضوع الرفض والقبول هذا متعلق بم بم بمساحه اخرى المساحه المهمه اللي يتحرك فيها رئيس الجمهورية. الجمهورية هي أنه يرفع إليه اسم ويكلف هذا الاسم بعد لا هذا الاسم لا يستحصل لا الثقة أو لا يستحصل الثقة يرفض من الشرع أو لا يرفض من الشرع هذا محطة أخرى من التفاهم والحديث.